عدلي نجيب جرجس مدير اداره مدرسه الجناح. وطبعا نشكر سياده معالي الوزير ان اكتشف ان المدرسه فيها 3 طلاب وليس من اهل القريه، من بورسعيد ومن مدينه الخرجه، وخوفا على اهدار المال العام تم غلق المدرسه بقرار وتوزيع المدرسين الى اقرب الى اقرب اماكنهم في الخارج، او سواء توزيعهم توزيع اجتماعي. ونشكر السيد الدكتور ابراهيم تداوي وكيل وزاره التربيه والتعليم بالوادي الجديد على مشهوده بخلق المدرسه خوفا على اهدار المال العام. طلبات واحده اتنقلت قريه بورسعيد واثنين مدرسه المروه الاعداديه. بالنسبة للمعلمين سيتم الإخلاء تماما في نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله بكرة بإذن الله يتم توزيعهم على المدارس. بالنسبة للأجهزة اللي في المدرسة وكل برضو بيعملوا جرد وهيتم توزيع حجرة الكمبيوتر إلى مدرسة بورسعيد الابتدائية، وحجرة المكتبة إلى مدرسة معز بن جبل و6 أكتوبر والسلام القديمه.